السلام عليكم استاذه حنان، البنات، استاذ شاهد، كل شيء في امان الله. عواش المباركه، تحركم بالصحه والسلامه، رمضان كريم ان شاء الله. اش كنت بغيت نقول؟ بغيت نقول واحد الحاجه غير من المستملحات. اثنين والخميس عندي، وليت كنقول انه اثنين والخميس، ولكن بالنسبه لي انا يعني الثلاث والجمعه ملي تيتحطوا الدروس في الليل. الصباح انا كنعاد كنشوفهم تنقول يا لهويتي، بقى ما خدمتش مثلا، او لا خدمت مثلا وما كملتش مثلا تنكتب ولا هذا، ولا الفيديو مثلا حبسته في الدقيقه 12 ولا 15، وعاد عاوتاني غنرجع ليه تنقول معلومات كثيره، وفهمتي معلومات ما شاء الله، معلومه مورا معلومه ودرس مورا درس. تنقول يا رب كون هذا الخميس هذا ما يحطوش الدرس باش نكمل انا ديال نهار اثنين ونكملوا كنظري وكتطبيقي وداك الشيء، ولكن ما شاء الله راه المعلومات تنزلوا علينا كنزول المطر، يعني وحده مورا وحده. تنقول هذه المره غير اثنين، وتنقول عاوتاني واش نسولها في رمضان تقدر تحط لنا غير درس واحد؟ عاتي رمضان ما نقولش لك، راه الوقت كيطير عندنا، وحنا المغرب تيأذن بكري وعند العطله الصيفيه. تنقول واش غادي يبقاو الاثنين والخميس ولا غتحطوا لنا غير درس واحد؟ شويه باش يلا مره نكتبوا مره نقطعوا بالمقص مره هذه مره، وان شاء الله الله يسر الامور. شكرا بزاف، جعل الله في ميزان الحسنات ديالكم كاملين استاذه حنان واستاذ شهيد، ما كتبخلوش علينا بالمعلومه، تنحسها معلومه من القلب. بقى تنحس داك التعليم اللي كنا اليبوك تنتعلموا، فاش الاستاذ كان بعض المرات كيضرب التلميذ لدرجه انه بحال تيبغيه انه يحفظ او لانه يقرا او لانه يجيب نقطه مزيانه، ماشي بحال مثلا الاستاذ تيقول لك انا مالي انا نخلص براسهم، او يقرا وراه ماجوري فاكسيني. ولكن لا، الحمد لله مازال باقي عندكم داك نوعيه التعليم اللي كنا حنا اليبوك كنخافوا من المعلم، تنخرج للزنقه الا شافنا، والغد ما كناش دايرين الدوفوار يقول لك ها البارح كنتي كتلعبوا اليوم ما مخرجش ليا الدوفوار. باقي هذاك لا كاليتي في ليديكاسيون، وجعل الله في ميزان الحسنات ديالكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم استاذه كبيره، لاباس عليك؟ صحتك بخير؟ الوليدات على خير؟ العائله انتم كاع على خير؟ السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نتوما كاع على خير؟ وليداتكم وعائلتكم كيدار؟ الاستاذ حتى هو لاباس عليه؟ كيف بقى الحاج؟ الوليد ديالو شويه لاباس؟ اي والله يشافي الجميع. اول حاجه بعدا نبارك عليكم هذا الشهر، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، والله يجعلوا المغفره للذنوب، ويا ربي يجعلوا الاجر ديالو رحمه صدقه على الوالدين، وهدايا الوليدات، والفرج للجميع اللي في خاطرو شي حاجه يا ربي تفرجها عليا سيدي يا ربي فادع واجر. وثاني حاجه هي شكرا بزاف السادة، شكرا 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 على سعه الصدر ديالك، وشكرا على الحماس ديالك، وشكرا على المجهودات اللي كديري معنا والاستاذ حتى هو. شكرا بزاف على هادشي اللي المعلومات اللي تيعطينا، وعلى هاد هو راه تداق على الخبير، جبد لينا داك المرقد، جبد لينا داك المرقد اللي نيت زعما ما شاء الله عليه. الله يجعل هادشي كلشي في ميزان حسناتكم، والله يفرحكم باللي بغيتو وتمنيتو. شكرا بزاف، انا هاد الفيديو درتو غير باش نشكرك استاذ، ونشكر الاستاذ، ونقول البنات زعما قال هذاك راه حنا كلنا في الهوا سوا، ولكن وحده تشد بالاخرى باش تحمسنا نتحمسوا شي شويه ونبقاو غاديين معكم في الخط. والمهم الله يعطيك الخير استاذه، بعدا راه قلتي لينا زعما ما لاشيوش، بقاو شادين صافي. حنا راه كل وحده فينا الامل ديالها انه ما عرفتش شنو غادي دير كاع، باش نفرحوا لكم حتى نتوما وجهكم، ونعطيوكم داكشي حتى حنا، ردوا لكم داكشي اللي عطيتونا، داك الخير اللي مغرقيننا فيه زعما بالمعلومات، وكيف منوري لينا المعلومات نتاعنا، الله ينور ايامكم، ولكن راه الغرب الله. المهم حنا راه حتى حنا دايرين مجهوداتنا، والله يعطيكم الخير، وشكرا بزاف استاذ، وشكرا بزاف للاستاذ، والله يجازيكم بالخير، ولالي حاشمنا معاكم، والله يجيبنا في الصبر. يلا السلام عليكم، وجمعه مباركه، وعبشتكم مبروكين بالصحه والسلامه واللي بغيتو تمنيتو ان شاء الله للجميع يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ حنان، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير امور ثانيه. شكرا بزاف للي خطك مرات ملا هضرت زعما بحال هكا، هاد الكلمات هادي كتزيد تشجعنا وكتزيد تحفزنا نزيدو نخدمو زعما ونعطيو اكثر، وتنشكركم بزاف،
الله يجعله في ميزان حسناتكم انت والاستاذ، لانه بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم باش ولينا في هذا المستوى الحق يتقال. وحتى الكلمات كت يعني سبحان الله العظيم، الخدمه والهضره وكل شيء كيحفز. اللهم لك الحمد، شكرا بزاف على خطيكم.